لو الحكاية فيها إن فيجو والأسلامي وزير الدفاع قرر بإن إحنا قدمنا 545 براءة اختراع سنة 2013. طبعاً عدد كنت لسه بناقش مع أستاذ عادل بيه في هذا الموضوع وشات الرئيس. إحنا طبعاً هذا العدد قليل جداً، 545 براءة اختراع يعتبر عدد قليل بالنسبة للدولة بحجم مصر وإمكانياتها. وبصينا طبعا في بعض الحاجات اللي برضه فيها فيجو